الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أيهما أفضل في الحرم، التعبد لله أم حضور هذه الدروس؟ يجمع بينهن، يحضر الدرس، وإذا خلص الدرس يذهب إلى العبادات الأخرى، تلاوة القرآن، الطواف بالبيت، صلاة النوافل. نعم، يجمع بين هذه الأمور.